ننزل للعب يلا. بسم الله. يا عيني على هذا الفريق، ما شاء الله تبارك الله، معلومات عالية، الشاشة تقريبا أغلبها رابح، في مسار واحد خاسر. حلو. أنتم متفائلين صح؟ أنا متفائلين. بس أبغى أقول لكم حاجة، أنا أتمنى لكم التوفيق أكيد. أوكي. في تقريبا الحلقة الثالثة في مشتركين زيكم لعبوا، الفرق إن كانت عكس هذه الشاشة، كلها خاسر وواحد رابح والكوين راح للرابح. لا. فلا تصيرون عكسه تكفون. لا. أنا لأنه أصلاً الجائزة هذه راح تروح لإحسان. إيه؟ إن شاء الله إنه بإذن الله. ظهر هذا اللي مفوزنا. جاهزين؟ جاهزين. آخر تسديدة بالكوين الذهبي، مين بيجهز ومين بيسدد؟ كالعادة. الأساس عند مالك والشوتة عندي. ركز محمد شوي. معلوم. على بركة الله. على بركة الله الكوين الذهبي في آخر تسديدة من حلقة اليوم. أنا ودي بس أبارك لرفيقي. قبلها سددها، والكوين الذهبي يتدحرج ويتمحرج معلنا. لا حاول مرة ثانية. لا لا لا, لا, لا هذه خطيرة. أوكي لعلها حاول مرة أخرى. ربك ستر. ولذلك الله يستر. بيدي الكريمة أعطيكم كل. تقدر نبدل؟ تقدر تبدل. يلا. آخر تسديدة. طيب وإذا ضيعها؟ في حلقة اليوم. لا تقلق لا تقلق. بسم الله يلا يا مالك بالكوين الذهبي. سددها يا مالك. الكوين الذهبي. ينطلق. وين؟ وين يا مالك؟ يعلن في ختام الحلقة فوز محمد ومالك. ألف ألف مبروك. 32,500 ريال تستحقون هذا الفوز اللي من خلاله تتبرعون لمنصة إحسان. ألف ألف مبروك. شكرا لضيوفنا اللي معانا اليوم. هلا تستاهلون. ومع هذه الفرحة نترككم. شوفوا معلومات وتحدي بكرة إن شاء الله. كونوا بخير وفي أمان الله. ألف مبروك.